تكامل الواحد على x تكعيب زائد 4x. أول ما أشوف هذا التكامل، بما أن حدودي على حدودي ودرجة البسط أقل من درجة المقام، إذن شو راح أسوي؟ راح أسوي partial fraction. قال لي أول خطوة بالpartial fraction لازم تروحين تحللين المقام إلى أقصى درجة ممكنة. طبعاً هني المقام لا هو فرق بين مربعين ولا حدودية من درجة ثانية ولا فرق بين مكعبين ولا مجموع مكعبين. هني قال لي لازم أروح أخذ عامل مشترك عشان أقدر أحلل المقام. عامل مشترك الأصغر نفس ما شرحت بفيديو التحليل. فأول خطوة رحت خذيت عامل مشترك الأصغر اللي هو x، بقال لي x تربيع زائد 4. بعدين ثاني خطوة قال لي روحي وزن المقام مع مراعاة البسط. شنو مراعاة البسط؟ إذا كان مقامك درجة أولى إذا البسط مجهول واحد، مقامك درجة ثانية بسط في مجهولين. المقام هني راح يكون اثنين على حسب الأقواس، هني قوسين إذا راح يكون عندي مقامين. المقام الأول ايش راح يكون فيه؟ راح يكون فيه x، والمقام الثاني x تربيع زائد 4. المقام الأول أو سوري البسط الأول راح يكون مجهول واحد، ليش؟ أنا مقام درجة أولى اللي هو x، والبسط الثاني راح يكون مجهولين لأن درجة ثانية المقام. وزعت المقام، روح الخطوة الثالثة وهي شنو؟ ضرب بالمرافق، سوري ضرب المقام للطرفين. هذا هو المقام اللي هو x، x تربيع زائد 4، راح أضرب فيه بالطرفين. شنو الطرفين؟ هذا هو الطرف الأول وهذا الطرف الثاني. فلما أضرب هذا المقام راح أضرب فيه بالطرفين، شنو الطرفين؟ هذا هو الطرف الأول وهذا الطرف الثاني. فلما أضرب هذا المقام في نفسه راح أضربه بهذا الطرف، وهذا الطرف مقامه نفس المقام، فإذا ضربته بنفسه بس راح يبقى لي البسط اللي هو واحد، فراح أنزل البسط اللي هو واحد. وهني راح أضرب المقام في أول قوس أو أول كسر سوري. أنا أقول لكم لما أضرب يعني معناته روحي شوفي شنو ناقصني بالمقام. مقام الكسر هذا في x، شنو ناقص عشان يصير نفس المقام هذا؟ ناقص x تربيع زائد 4، صح ولا لا؟ فراح ينضرب البسط في x تربيع زائد 4. المقام هذا في x تربيع زائد 4، شنو ناقص عشان يصير نفس المقام الأصلي؟ ناقص بس ال x، صح؟ فأنزل البسط وأضربه ب x، فهذه صارت خطوة ضرب المقام بالطرفين. ثالث خطوة قال لي روحي عود بأصفار المقام. أروح أنا اللي عندي المقام عندي حدوديتين، اوكي، فرحت x تربيع زائد 4 رحت حللتها او ساويتها بالصفر، طلع لي x تربيع يساوي سالب 4. طبعا حنا مستحيل اشوف x تربيع يساوي قيمه سالبه، الx تربيع دايم قيمه موجبه، فبما انها طلعت لي سالبه فما تتحلل، فاحط عليها x، يعني خلاص ان x تربيع زائد 4 ما تتحلل. بما ان الداله ما تتحلل او حدوديه من درجه ثانيه فقط، اذا كانت حدوديه من درجه ثانيه ما تتحلل يعني ما عندها صفر، خلاص هذه ما لها صفر، اوكي. ثاني داله كانت عندي بالمقام اللي هي x، الx بطلع اصفارها فبس صفرها الصفر، بطلع اصفارها فبس صفرها الصفر، اذا صفر الx صفر، اللي يخليها صفر هو الصفر، ماكو الا هذا الرقم، فمعناته بس عندي صفر من اصفار المقام وهو الصفر. فأروح أعوض بصفر المقام اللي هو الصفر، عوضت فيه بالخطوة هذه اللي سويتها لما ضربت المقام بالكسور، طلعت لي هذه الخطوة. هذه الخطوة راح أشتغل عليها بالأشياء الجاية، راح أعوض فيها بالصفر، راح أساوي فيها، وكل شغلة راح يكون عليها، فلازم تأكدوا أن هذه الخطوة صح. فرحت عوضت بصفر المقام، عوضت هني بالصفر راح يروح كله، أو سوري ما راح يروح كله لأن بينهم جمع. صفر زائد 4 راح يطلع لي 4، 4 في a 4، هني راح يروح كلهم، ليش؟ لان هني لما اعوض بالصفر راح يكون x عوضه بصفر راح يصير صفر، فالصفر مضروب بقوس هذا ما عليك شنو طلع لي قيمه، بس اول ما شفتي بينهم ضرب وفي القوس الثاني صفر ومضروب بقوس، اذا كله راح يروح، راح يطلع لي بس صفر، فمعناته ان ال a راح تساوي لي شنو؟ الربع، اوكي. ثاني خطوة قال لي عوضت بأصفار المقام بس عندي صفر واحد، خلاص بما أن عوضت بأصفار المقام روحي الخطوة اللي بعدها اللي هي خطوة مساواة المعاملات. بس قال لي معلومة بخطوة رقم 4، إذا كان صفر من أصفار المقام هو صفر ما تساوي معامل ثابت، يعني إذا رحت أنت حللتي مقام وطلع معاك صفر من أصفار المقام صفر، إذا طلع لك صفر ما تروحين تسوين خطة تساوين معاملات الثوابت، يعني هي أنا مساوي المعامل مقام روحي الخطوة اللي بعدها اللي هي خطوة مساواة المعاملات. بس قال لي معلومة بخطوة رقم 4، إذا كان صفر
من أصفار المقام هو صفر ما تساوي معامل ثابت. يعني إذا رحت أنت حللتي مقام وطلع معاك صفر من أصفار المقام صفر، إذا طلع لك صفر ما تروحين تسوين خطة تساوي معاملات الثابت. يعني هي أنا مساوي المعاملات راح أروح أساوي المقام ناقص واحد بعدين الكونستانت. هو قال لي إذا عوضتي بالصفر طلع الصفر مقام صفر وعوضتي فيه ما راح تروحين تساوين الكونستانت، يعني هذه خطوة مشطوبة، بس راح تروحين تسوين المقام ناقص واحد. فيلا نروح نسوي الحين أساوي المعاملات، أقول المقام درجة المقام ثلاثة لما أنقص منها واحد يعني درجة ثانية، فأروح أساوي معاملات درجة ثانية. من وين أطلع معاملات درجة ثانية؟ من هذه الخطوة، قلت لكم هذه الخطوة كل شيء راح يصير عليها. فأروح أشوف هني، هني ما في شيء إكس تربيع صح ولا لا؟ فراح يكون أحد صفر. لما أساوي معاملات الإكس تربيع بالطرف اليسار ما في إكس تربيع فأحد صفر. هني شو المعامل إكس تربيع؟ لما أوزع الأي راح يكون معامل إكس تربيع أي صح ولا لا؟ فأحطه. هني لما أوزع البي إكس اضربها بالقوس هذا راح يصير بي اكس تربيع، فمعناته ان البي اذا معناته ان البي هو معامل اكس تربيع. اوكي فاشتغل عليها شغل رياضيات، انا طلعت قيمه الاي هي ربع شلت الاي حطيت مكانها ربع، فصفر يساوي ربع زائد بي، اذا البي راح تطلع لي سالب ربع. انزين الحين اروح اسوي خطوه اني اساوي الكونستانت؟ لا، ليش؟ اني عوضت بصفر. اذا عوضتي بصفر ما تروحين تساوي الكونستانت، يعني هذه الخطوه راح تنلغي، ما راح تساوي معاملات الكونستانت لانك عوضتي بصفر. ايش راح اسوي اذا ما سويت معاملات الكونستانت؟ قال لي روحي نقصي، انت عوضتي الحين بالاكس تربيع صح، ساويت معاملات الاكس تربيع، روحي الحين تساوي المعاملات اللي بعدها. يعني انت سويتي معاملات الاكس تكعيب وعوضتي بالصفر راح تروحين على طول للاكس اكس تربيع، ما راح تسوي الكونستانت. هني انا ساويت الاكس تربيع صح، ما راح اروح اسوي الكونستانت، راح اروح للدرجه اللي بعدها. شنو بعد اكس تربيع؟ اكس، فاروح اساوي معاملات الاكس. هني ما عندي اكس صح، بالاول ما في اكس، ما في خانه الاكس فاحط صفر. الثاني ما في خانه الاكس صح، فاروح اللي بعدها وين فيها اكس هذه، فلما اضرب الاكس هني اضربها بمنه؟ اضربها بالسي هذه. اوكي لان هذه بي اكس معاها الاكس اساسا، فهني انا لما بضرب معامل الاكس منه راح يكون السي معامل الاكس، لان هذه لما اضربها مع بعض يعني هذه راح تكون بي اكس تربيع زائد سي اكس صح ولا لا؟ يعني هني هذا لما بطل القوسين هذول لما اضربهم بعض راح يطلع لي بي اكس تربيع، لان ضربت البي اكس مع الاكس، بعدين اضرب السي بالاكس فيصير لي سي اكس. فقاعد اقولكم بطلوها على صوب بينكم وبين نفسكم عشان تبين معاكم منو معامل الاكس. معامل الاكس طلع لي السي ما طلع لي البي، لان البي معامل اكس تربيع، لاني بطلت القوس طلع لي ان السي معامل اكس. هني ما عندي اكس وهني ما عندي اكس، فطلعت لي ان السي يساوي لي الصفر. اخر شيء نفس ما قلت لكم اكتب التكامل النهائي اللي طلع لي من هذه، انا مو سويت الكسور صح ولا لا؟ بطلت التكامل هذا طلعت لي الكسور، فاشيل كلمة جهول وحط قيمته. طلع لي الـ A ربع فحطيت ربع على X، زائد الـ B طلعت لي الـ B كم طلعت لي سالب ربع X، زائد الـ C، الـ C طلعت لي صفر ما اكتبها، على المقام اللي هو X تربيع زائد 4. هني طرح يكون طلع الربع للمطلق الـ X ناقص سالب ربع. اوكي راح يطلع لي لما طلعت سالب ربع راح يطلع لي اكس على اكس تربيع. اكس على اكس تربيع شنو هذه؟ هذه عباره عن حدوديه من الدرجه الاولى على حدوديه من الدرجه الثانيه. شنو كنت اسوي؟ كنت ابني الحال على اللين، فطلعت سالب ربع، طلعت سالب ربع بس بقالت اكس على اكس تربيع زائد 4. الاكس على اكس تربيع زائد 4 شنو قلت اسوي؟ راح اسوي اللين. وشلون طريقه اللين؟ اني اروح اكتب المقام تحت واروح اشتقه فوق. شنو مشتقه المقام؟ مشتقه المقام 2 اكس بس، الاكس تربيع زائد 4 شنو مشتقاتها؟ 2 اكس، رحت اشتقيتها فوق. بعدين اقول بيني وبين نفسي شلون اوصل 2 اكس للاكس؟ السالب ربع طلعتها برا، يعني الحين سؤالك اكس على اكس تربيع زائد 4. رحت قلت اني راح ابني الحل على اللين، رحت اشتقيت المقام طلعتها 2 اكس، رحت اشتقيتها فوق. بعدين اقول بيني وبين نفسي شلون اوصل 2 اكس للاكس؟ السالب ربع طلعتها برا، يعني الحين سؤالك اكس على اكس تربيع زائد 4. رحت قلت اني راح ابني الحل على اللين، رحت اشتقيت المقام حطيتها فوق. شنو مشتقة المقام؟ 2 اكس. اقول بيني وبين نفسي شلون اوصل 2 اكس حق الاكس اللي هي بالبسط هذه؟ اضربها بنص، لان اذا ضربت بنص راح يطلع لي نص في 2 راح يروحون مع بعض، فبس يطلع لي الاكس، فصح طلع لي الاكس. اوكي فقلت انه راح يكون نص، انزلها تحت لان هذه مو ضمن المشتقة. اوكي هذه انا ضفتها، المشتقة هي 2 اكس. انا بقول لازم اقول لن مطلق ال
دالة اللي هي المقام، لأن المقام أبي أقول لأن المقام، عشان أقول لأن المقام لازم تكون دالة مشتقتها، صح ولا لا؟ فأنا الحين طبقت الكلام، هذه دالة x تربيع زائد 4 وهذه مشتقتها 2 x، أنا ما علي من النص، أنا ضفت النص عشان أوصل ال 2 x حق ال x اللي هي بالسؤال، فأقول مطلق الدالة اللي هي بالمقام، النص أطلع برا، النص مو ضمن المشتقة، المشتقة الأساسية هي 2 x، وهذا السؤال أو الناتج النهائي.